هاي مرة قوية كتير، هي ما أعطت ابني السيارة، ومو بس هيك هي كمان استرجعت أوراق الملكية. كيف قدرت هاي المرة تتفوق على ذكائكم؟ هي ما كانت لحالة يا مدام، كان في شب عم يدعمها. مين كان هذا الشب؟ هذا الشب يا مدام هو يلي خبر الشرطة، هو بيكون يعني مدام. هذا هو الشاب اللي قلت لك انه هو عم يدعمها. مين هذا الشاب؟ ساهيل بيكون ابن اخي. شو؟ انت وابن اخوك خليتونا نعاني كثير بهذا الموضوع. ما كنت بعرف انه ساهيل ممكن يعمل هيك. يا مدام ابن اخوك سجنني، نحن سمعتنا تشوهت قدام كل العالم، وغير هيك هو خلى ابني يغير تفكيره لحتى ينقذ بيت هديك المرة الكبيرة. هو شوه سمعتنا بشكل كتير كبير. مدام أنا مستغربة كتير ليش هالشاب لساته مستأجر بيت بهديك الحارة، بيت لمرة كبيرة بتكون قد أمه، بدل ما يكون عنده بيت كبير لحاله. خلينا نروح يلا. بيملا أنا بترجاكي ما تصدقيهم أبدا، نيناتنا منعرف ساهيل كتير منيح. تعرفي هو مستحيل يختار أو يفضل هديك المرأة على نيته أبدا. كنت بعرف، حتى خبرت كاران انك جاي وانتي هون. صدقيني مثل ما عملت. صدقتك انا بحبك. انت شو هاد اللي عم تحكي؟ بعتذر مدام، بعتذر منك، بعتذر. ما رح تزعلي مني ما؟ اكيد زعجل. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.